القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. كتبت صحيفة داسون البريطانية أن كل من بيير أوباميانج وسيرجيو أجويرو وأليوكسيس سانشيز على رادار باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ويبحث النادي الفرنسي عن التوقيع مع مهاجم قوي في السوق المقبل، حيث ينتظر وضعية اللاعبين الثلاثة مع أنديتهم في الصيف لحسم قراره من التوقيع مع أحدهم. تصنيفات الخبر باريس سان جيرمان. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.